كون الشمي حول موضوع ذي أهمية بالغة في تنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وذلك بإرساء الأجهزة التراثية الضرورية لتحقيق الحماية للطفولة، وهي الأجهزة التي تنخرط فيها المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية. وهناك مساحة مهمة للمجتمع المدني المتخصص في مجال الطفولة. اليوم نعتبر أن هذه المحطة التشاورية مع المجتمع المدني محطة ضرورية في إطار ترسيخ الديمقراطية التشاركية، وكذلك محطة مهمة إلى جانب التشاور مع القطاعات الحكومية. مخرجات هذا اللقاء ستكون إضافة نوعية إلى مخرجات اللقاء السابق مع القطاعات الحكومية، والتي ستكون يعني مناسبة لإدخال تعديلات أو إضافات على المشروع الذي قدمناه بين أيدي شركائنا لتحمل المسؤولية المشتركة في البلورة وفي تنفيذ وإحداث هذه الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة. وأحد ركائزها هي تلك اللجنة الإقليمية التي يكون من بين مكوناتها السلطات المحلية، الوزارات المختلفة من خلال ممثليها الترابيين، وكذلك لا ننسى أن للبنيات المتخصصة في هذا المجال التي اشتغلنا على إحداثها منذ زمن، وهي وحدات حماية الطفولة، سيكون لها الدور الكبير كحلقة في سلسلة من الخدمات تبدأ بشباك الاستقبال للأطفال في وضعية صعبة، إلى أن تنتهي بالخدمات التي تحقق حماية هؤلاء الأطفال. جينا هاد الملتقى باش ندرسوا ضحايا العنف على الوالدات ومشاكل الطفولة اللي كتحصل في المغرب، وبدوري تكلمت على واحد الفئة ديال الأمهات اللي مساكن في عشرة الزنقة مع وليداتهم، اللي ما عندهم لا عائلة لا حتى حاجة، والأطفال اللي مساكن اللي كيكونوا يعني كتكون أم فحال أم في وضعية حرجة، كتولد كتخرج من لوبيتال ما عندهاش فين تمشي، كتصدق ديك الساعة عاطية وليدها أو ليحة أو قاتله. من هذا المنبر اللي كنقول أن خاص يكونوا مراكز ديال دار أمومة، باش الوقت اللي تكون شي أم عازبة ولدت يعني الأمن أو الشرطة القضائية أو القضاء يوجهها لهذاك المكان اللي حتى تاخذ الصحه ديالها، ونعطيوها الوقت فاش تقدر تعاونوها تخدم وتهز وليدها وتجي، لان الوليد واخا نديرو اللي درنا ليه ما كنعوضوش بالام بيولوجيا، على الاقل لما كانش الاب ديالو نخليو ليه الام ديالو بيولوجيا. شكرا. اليوم عندنا لقاء للرباط من اجل بعض البرامج لحمايه الطفوله. كنتمنى ان شاء الله تكون هذه البادره من الوزاره لتحقيقها لهدف هام، وهو حمايه جميع الاطفال اللي هما في وضعيه صعبه، منهم المتخلى عنهم، منهم ذوي الاعاقات، منهم اللي في وضعيه صعبه، ولكن هذه الحمايه تكون بمعناها الفعال، حماية طبية نفسية، تكون لقاءات، تكون برامج بخصوص هذا التقييم، هذا الحماية اللي احنا ديما كنبغيوها من الأطفال ومنهم دول في الشوارع. اليوم تنتظروا في المحل التشاوري على الجبهات حول الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، إذن بادرة متميزة، إلا أنه يجب تنزيل هذا بشكل قوي في 12 جهة، ليس أربع أقاليم قبل شوية باهتة، لأن هذه الأجهزة تكون عليها تفعل في آن واحد وفي وقت واحد في 12 جهة، وتكون كل عاصمة جهة يكون فيها مركز ترابي مندمج لحماية الطفولة. هذا الشيء اللي تسموه هنا ثبتنا واشتغلنا على قدم وساق لتثبيت هذه التجربة في المغرب من شماله إلى جنوبه. أما أن نختار أربع أقاليم ديال المغرب النافع
خلينا نقول غير نافع. فمسألة بالنسبة لي أنا حزت في نفسي هذا الصباح اللي هي ما عرفش الاستراتيجية اللي ديرها الوزارة في هذا الشأن، لكن بالنسبة لي إذا أردت تنزيل شيء فيجب تعميمه بشكل قوي في المغرب بأسره طنجة تنغوية شي ندير الشمال هي طنجة مكناس ننزلوه بشكل قوي بشكل فعال عندنا 12 جهة تكون عندنا 12 مركز في آن واحد وفي وقت واحد. أتي هذا اللقاء مع المجتمع المدني كمرحلة من المراحل لإعداد مشروع البرنامج الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، وهو مشروع يصب في مأسسة تدخلات القطاعات المعنية على الصعيد الترابي داخل الإقليم وداخل الجامعة. النقاش ديالنا هو كان نقاش تشاوري من أجل إغناء هذا السيناريو ديال المنظومة كما تم إعداده بعد أن تمت الاستشارة مع الأعضاء المكونة للجنة التقنية لتنزيل وتتبع السياسة العمومية لحماية الطفولة. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.